في السابع رفعت الراية وفتحت البوابات على بركة الله لتنافس جهاد وافراس المستورد عمر 3 سنوات فاكثر. في الشوط السابع على مسافة 2000 متر وقيمة الجائزة 54,000 ريال للخيل التي لم تربح، كذلك التي ربحت من سباق إلى 3 سباقات الجياد والأفراس المستوردة بمشاركة جياد منتجة محليا في تنافس في الشوط السابع على مسافة 2000 متر. من يبدأ الانطلاق في هذه اللحظات؟ محاولات فهم للتقدم، أيضا تقدم للجرهد، وباني يتقدم الآن. الجرهد في المركز الثاني، باني في المركز الأول والذي يبرز كمرشح أقوى للفوز. باني في المركز الأول بطول، يأتي نساس في المركز الثاني، ومحاولات الجرهد في المركز الثالث، وكذلك دخان في المركز الرابع في أول مشاركات هذا الجواد. دخان في الميدان السعودي وباني في الصدارة والمركز الأول، محاولات تشريفه بس الآن للتقدم الآن وتحسين موقع الآن، والصدارة لباني في المركز الأول. نساس يأتي للمركز الثاني، نساس وأيضا دخان ومحاولات أيضا من متمادي الذي تعد هذه المشاركة أيضا الأولى لبراهي، وباني في الصدارة، نساس متمادي في المركزين الثاني والثالث. صوغة تأتي للمركز الرابع، تأخذ الجياد المنعطف الأخير لها في هذا الشوط. باني في المركز الأول، محاولات بقية الجياد إلى مع بداية الخط المستقيم. تبدأ التنافس الآن. صوغة للإتيان للمركز الثاني، باني في المركز الأول، صوغة في المركز الثاني، وباني صوغة، باني صوغة، باني صوغة، وتنافس أيضا من فاهم للدخول، مع أيضا تنافس من قبل دراع، وصوغة تتقدم للمركز الأول، وفاهم يأتي. صوغة فاهم، صوغة فاهم، صوغة تحسمها في الشوط السابع لصالحها تحت قيادة المتمرن عبد العزيز الموسى.